إما ذبحا أو حرقا أو أنهم ماتوا قصفا أو بتنوع طرق القتل هذه. أنباء عن ضحايا بالمئات بينهم الأطفال والنساء، فما يجزم به ناشطون سوريون أنها البيضة تقتل العوائل فيها جمعا في ساحة البلدة على أيدي قوة النظام وشبيحته. الأنباء تأتي وتغيب الصور عن حملة تطهير عرقية وتشكيل ديموغرافي جديد يعمل النظام على فرضه في منطقتي البيضاء والقصير وعلى أطرافهما وفي الحولة وفي مدن وبلدات أخرى تتوزع في الرقعة المشار إليها. حملة النظام تأتي بعد اشتباكات نشبت بين الثوار وشبيحة الأسد وبعد قصف عنيف بالدبابات والرشاشات الثقيلة على أحياء البلدة، جاءت في أعقابها حملة دهم واعتقالات واسعة أغلقت على إثرها المحال وسدت منافذ الدخول والخروج من البلدة وقطعت أوصالها وسبل الاتصال بها. أنا أناشد جميع الكتائب التابعة للجيش الحر والعاملة في الساحل أن تهب لنصرة أهل بامياس وتنقذها من هذه المذبحة. المجلس الثوري في بانياس ناشد الثوار التوجه إلى مناطق اتصال محافظة حمص بطرطوس لوقف عداد القتلى، لافتا إلى أن حسم الاقتتال الدائر في سوريا يكمن بتوجيه ضربة قوية إلى حصن النظام المنشود أو ما بات يسمى بالدولة العلوية. يغيب المشهد الحاصل في البيضاء أخيرا لتستعيد الأذهان مباشرة صور الاجتياح الأول للبلدة وتعود الذاكرة عامين في الثورة.